بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ جزء جديد في الموديلنج. إحنا خلصنا المرة اللي فاتت جزء خاص بالميكانيكال سيستمز، سواء الحركة الهورزونتال أو الحركة الفيرتيكال. خدنا إزاي لو اتعاملنا مع كتلة واحدة وكتلتين، وقلنا إزاي بنربط بيهم بقانون نيوتن الثاني. النهاردة إن شاء الله بقى هنكمل جزء جديد في الموديلنج، وهو يخص الدوائر الكهربية. طبعا الجزء الخاص بالدوائر الكهربية يعني بينقسم لشقين: دوائر اللي هي الـ RLC circuit اللي هي الكومبوننت الأساسية، ودوائر خاصة بالاوبريشنال امبليفاير ولوب ام. ده برضو يعني هيبقى محتاج مرة لوحده بإذن الله عشان نتكلم فيه بالتفصيل. فالنهاردة هنتكلم على دوائر الـ RLC circuit. عشان نعمل موديلنج للالكتريكال سيركت، عايزين نعرف ايه هي. زي ما احنا كده عملنا في الموديلنج، شفنا ان في كومبوننتس اساسية اللي هم بتاعت الميكانيكال سيستم والدمبر والفريكشن. النهارده هنشوف في الالكتريكال سيركت في برضه كومبوننتس اساسيه قبل ما ابدا الدايره الكهربائيه، او قبل ما ابدا شغل في الدايره الكهربائيه. فاول كومبوننت معانا هو الريزيستنس. طبعا دي انتوا كلكم عارفينها. زي ما كان في الموديلنج الخاص بالميكانيكال سيستمز، كان اي كومبوننت فيه علاقه بتربط ما بين الديسبليسمنت والفورس اللي بتتولد في الكومبوننت ده. ففي الالكتريكال سيركتس هبقى عايز اجيب له علاقه، او الفي اي ريليشن شيب، العلاقه ما بين الفولت والتيار للكومبوننت دي. فبالنسبه للريزيستنس شكلها في الدايره الكهربائيه بيبقى بالشكل ده، وليها حاجه اسمها الار. طبعا الار زي ما انتم عارفين دي اللي هي الريزيستنس. الريزيستنس دي العلاقه ما بين الفولت والتيار عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الريزيستنس دي لو مر فيها تيار كهربي اي، فهيتولد جهد كهربي بالشكل ده عليها، فرق الجهد ده مقداره بي. العلاقه ما بين الفولت والتيار والريزيستنس ان الفي بتساوي الاي في الار. طبعا الكلام ده في التايم دومين. طيب انا عشان هشتغل في الاس دومين، فانا لو خدت لابلاس ترانسفورم طبعا الفي دي في اوف تي والاي دي اي اوف تي، انما الار ده ثابت، ده كون. فال V of S هتساوي ال R في ال I of S. الكلام ده لو انا حبيت اشتغل في ال S domain، فلازم اكون فاهم العلاقه في ال S domain عامله ازاي وفي ال time domain عامله ازاي. يبقى ده بالنسبه لل resistance. طيب تاني component معانا الكويل، او ساعات بيسموه ال inductance. بيبقى عباره عن ملف بالشكل ده، بيبقى له حاجه اسمها معامل الحث L. هيتولد على طرفيه فرق جهد V. طيب العلاقة ما بين ال V وال I وال L عبارة عن ايه؟ بيقول لك ان الجهد بيساوي ال L في تفاضل تغير التيار بالنسبة للزمن. يبقى دي العلاقة ما بين الفولت والتيار هنا. طب ده في التايم دومين. لو انا جبت لابلاس ترانسفورم للمعادلة دي، فال V of S هتساوي ال L، طبعا دي تعتبرها اي دوت بقانون التفاضل. لو انت عايز تفاضل اللي هو الاي اوف تي، الاي دوت اوف تي، فهي تبقى عباره عن اس اي اوف اس. طبعا المفروض الكلام ده يبقى ناقص الاي اوف زيرو، ولكن احنا اتفقنا ان احنا لما بنجيب الترانسفير فانكشن بتبقى عند الزيرو انيشال كونديشن. ولو عند الزيرو انيشال كونديشن، فانا بعتبر ان الكلام ده او كل الحاجات الانيشال بزيرو. فبالنسبه لي الاندكتنس او اللي هو الجهد بتاعي اللي موجود في الملف هو عباره عن في اوف اس اي اوف اس. وملحوظه برضو هتحتاجها في بعض الدوائر، خلي بالك قيمه ال ال اس دي بيسموها الامبيدنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي تعتبر مكافاه للمقاومه. مش احنا لسه واخدين من شويه ان في المقاومه ان ال V بتساوي ال R في التيار؟ طيب يعني الفولت بيساوي ثابت او قيمه في التيار. كان الاول هنا ما اقدرش اقول الكلام ده في التايم دومين ان ال V بتساوي ال L، ده في تفاضل التيار. بس لما نقلتها لل S دومين هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان ال V بتساوي حاجه في التيار، فالحاجه دي تعتبرها هي المقاومه. الحاجه دي تعتبرها اكنها بالظبط مقاومه، معامله التيار، ولكنها مقاومه مكافئه بيسموها الامبيدنس. دي لما تخش في دوائر الاي سي هتفهموا ان الامبيدنس يقول لك الملف عباره عن ال في الاس. الاس دي من الاس دومين جايه، ان انت لما تاكد اللابلاس ترانسفورم
للفي اي ريليشن شيب بتاعه الدايره دي. يبقى ده بالنسبه للكويل. ثالث كومبوننت معانا في الدوائر الكهربيه، ده بعد كده احنا خلصنا الكلام بالنسبه للكويل. ثالث كومبوننت معانا في الدوائر الكهربيه الكاباسيتور المكثف. المكثف شكله في الدايره الكهربائيه بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بالشكل ده. ده المفروض الكاباسيتور بيبقى له ساعه، المفروض ان هي الساعه دي اللي هي السي، السي دي اللي هي بالنسبه لي هي الكاباستنس او ساعه المكثف. لو مر فيه تيار كهربي اي هيتولد على طرفيه فرق جهد، فرق الجهد ده في. فرق الجهد ده له علاقه بين الفي والاي والسي، ان الفي بتساوي واحد على سي في تكامل التيار ده بالنسبه للزمن. ده في التايم دومين. في الاس دومين في قاعده في لابلاس على فكره، يعني في لابلاس ترانسفورم ما كناش اتكلمنا فيها لان ما كناش محتاجها كتير، انا مش محتاجها غير في الكاباستور بس، اللي هو التكامل. لو انا عايز اجيب لابلاس ترانسفورم للتكامل، فالتكامل لو انا عندي مثلا تكامل الاكس، فلو انا عايز اجيب لابلاس ترانسفورم بالنسبه لي هيبقى عباره عن الاكس اوف اس على اس ناقص الاكس اوف 0 بس ماينس 1 على اس. ده اللابلاس ترانسفورم للتكامل، زي ما كان في عندي لابلاس ترانسفورم للتفاضل اللي هو عباره عن اس اكس اوف اس ناقص الاكس اوف 0. دي بقى المره دي هنقسم على ايه؟ هنقسم على اس. طيب يعني ايه اكس ماينس 1 اوف 0؟ يعني ده معناه ان انت لو كملت الداله دي بالنسبه للتي هيطلع لك ناتج معين بالنسبه للزمن. لو عوضت عن التي بيساوي صفر في ناتج التكامل، دي هي الاكس ماينس 1 اوف 0. ده بالنسبه لايه؟ الاكس ماينس 1 اوف 0. فمعنى اكس ماينس 1 اوف 0 يعني ناتج التكامل هيبقى بدلاله الزمن. لو انت بقى شلت التي وحطيتها بصفر، ده هيبقى قيمه الاكس ماينس 1 اوف 0. طيب وبما ان احنا بقى طبق، لو عايزين نعمل الكلام ده على التيار هيبقى نفس الكلام. لو انا عايز اجيب بقى لابلاس ترانسفورم هنا، فالفي اوف اس هتساوي واحد على سي بره، ده ثابت ما فيهوش اي مشكله. فاللابلاس بتاع التكامل بتاع التيار هيبقى الاي اوف اس على اس ناقص اي ماينس 1 اوف 0 على اس. وبما ان انا بشتغل في الترانسفير فانكشن في الموديلنج، بعمل موديلنج فانا عايز اجيب ترانسفير فانكشن، فهتبقى عند زيرو انيشال كونديشن، وبالتالي الاي ماينس 1 اوف 0 بصفر، فالترم ده مش محتاجه. واشيل الكوز ده. فاكني بقول واحد على سي في اي اوف اس على اس. او نقدر نقول ان احنا لو خدناها بالشكل ده هتبقى عباره عن واحد على سي اس في الاي اوف اس، ودي هي الفي اي ريليشن شيب في الاس دومين. طيب زي ما انا عملت في الجزء الخاص بالملف وقلت لك ان له امبيدنس، فهنا برضو له امبيدنس، ان الفولت بيساوي حاجه في التيار، الحاجه دي هي مين؟ هي الامبيدنس اللي هي تقدر تعتبرها قيمة المقاومة المكافئة للمكثف. يبقى دلوقتي المكثف له امبيدنس قيمتها واحد على سي اس. في حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ تربيطة المكونات دي ببعض بقى تبقى عاملة إزاي؟ طيب أنا دلوقتي بقى عندي مكثف، عندي ملف، وعندي شوية مقاومات، ده بيبقى موجودة جوه دايرة كهربية. المفروض إن هيبقى عندي الدخل بتاعي هو الفي انبوت، وده بيبقى تقدر تعتبره البطاريه بتاعتك السورس بالنسبه لي، ويبقى الخارج بتاعي هو الفي اوتبوت، ده قيمه الجهد على كومبوننت معين. ايه بقى اللي يربط ما بين الفي اوتبوت والفي انبوت؟ اللي بيربط ما بينهم قوانين كيرشوف اللي هي الكي في ال والكي سي ال، هي دي القوانين اللي هتربط لي ما بين الفي انبوت والفي اوتبوت. زي ما كان اللي بيربط الكومبوننتس في الموديلنج كان قانون نيوتن الثاني، فانا اللي هيربط ما بين الكومبوننتس الكهربيه دلوقتي هو الكي في ال والكي سي ال. تمام؟ تعالوا نشوف بقى المره دي مسالتين، مساله على دايره صغيره ومساله على دايره كبيره، ونشوف هنتعامل ازاي هنا ونتعامل ازاي هنا. تعالوا نبدا مع بعض في دايره كهربيه جايبها لي فيها مقاومه بالشكل ده وملف ومكثف، وبيقول لي ان ده ال V input وده ال V output.
طب دلوقتي هو عايز الترانسفير فانكشن بتاعتي اللي هو عايزها الفي اوت اوف اس على الفي ان اوت اوف اس، وعايز كمان البلوك دايجرام. هنبدأ نشتغل ازاي في الموضوع ده؟ مبدئيا كده هنفرض تيار ماشي في الدايره ونسميه اي. طبيعي اي دايره كهربيه واي لوب عندي هيبقى فيها تيار كهربي ماشي. هنبدأ بايه بقى؟ في عندي قانون كي في ال هنطبقه له شكلين. في قانون يقول لك ان انت هتفرض ان طبعا ده المصدر بتاعك، ده السالب وده الموجب. فالتيار لو ماشي في الاتجاه ده، يعني انت فرضت التيار في الدايره ماشي في الاتجاه ده، فالتيار بيتحرك من الجهد العالي للجهد القليل، فيقول لك ان دي موجب ودي سالب، دي موجب ودي سالب، دي موجب ودي سالب. ده على اساس فرض التيار بتاعي. لو انت فرضته بالعكس فهيبقى ده الموجب وده السالب. دي مش معناها بولاريتي، ده معناه ان ده الجهد العالي وده الجهد القليل بناء على فرض اتجاه التيار بتاعك. وقانون كي في ال بيقول لك ان مجموع الجهود الكهربيه اللي في اي لوب مغلقه بيساوي زيرو. فدلوقتي وبتيجي تاخد ايه بقى؟ بتاخد الاشاره الاولانيه اللي اتقابلك، ده سالب في انبوت، تعال نكمل، ده موجب الفي اللي على المقاومه، موجب الفي على المقاومه، وده موجب الفي اللي على الملف، وده موجب الفي اللي على المكثف. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. دي طريقه ان انا اقول مجموع الجهود اللي في اي لوب بيساوي صفر. وطبعا بما انك انت مد حاطط الاشارات على كل كومبوننت هتاخد اول اشاره تقابلك في الجهد اللي عليها. في تاني، في طريقه تانيه يقول لك ايه بقى؟ ان الجهد بتاع المصدر في الطرف بيساوي كل الجهود اللي موجوده على السورسز، او يعني الاكتف الباسيف ريسورسز اللي موجوده. يعني السورس بيساوي كل فروق الجهود الثانيه، اللي هو الفي انبوت في طرف لوحده بيساوي كل الفولتج دروبس دي اللي هي الفي ار والفي اللي على الملف والفي اللي على المكثف. لو جيت تبص في القانونين هم تقريبا نفس الشكل، واحد حط كل الاطراف بكل الكومبوننتس بما فيهم المصدر في طرف لوحده، وواحد فصل ده وده الباقي الكومبوننتس في الطرف الثاني، فالاثنين زي بعض، ان السورس بيساوي دروبس، او تقول ان مجموع الجهود كلها في اي دايره مغلقه بيساوي صفر. تطبق ده تطبق ده الاثنين نفس النتيجه في الاخر، مش فارقين معايا. طيب تعالوا ناخد الشكل الثاني، مش مشكله يعني، لان كده كده هعدي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فنقدر نقول ان دي بالشكل ده. تعالى بقى نجيب الجهد على كل ايه؟ على كل كومبوننت. الفي انبوت طبعا ما فيهوش اي مشكله، بيساوي الفي اللي على المقاومه بيساوي ايه؟ طبعا ده نجيبها من القوانين بتاعت الكومبوننتس الفي اي ريليشن شيب. فالفولت اللي على المقاومه بيساوي الار بالاي اوف تي، زائد الفي اللي على الملف بيساوي ال في تفاضل التيار الاي دوت اوف تي، والفي اللي على المكثف بيساوي واحد على سي في تكامل التيار. طبعا الكلام ده في التايم دومين. هاخد لابلاس ترانسفورم للمعادله، فهتبقى دي طبعا دي في اي اوف تي برضه، هتبقى في اي اوف اس بيساوي الار اي اوف اس، الاي اوف تي تبقى اي اوف اس لان ده ثابت، زائد دي طبعا احنا عارفين دي لما جبناها قبل كده ده تفاضل، فهتبقى ال اس اي اوف اس. طبعا اتفقنا ده بيبقى عند زيرو انيشيال كونديشن، فعشان كده انا بهمل كل ايه الاي اوف زيرو والكلام ده كله، زائد واحد على سي اس في الاي اوف اس، ده اللابلاس ترانسفورم بتاع التكامل. وبعد كده هناخد ايه؟ هناخد الاي اوف اس عامل مشترك، هيتبقى لنا هنا الار زائد ال اس زائد واحد على سي اس، وفي الطرف ده الفي ام بوتوكاس. ودي المعادله الاولى. بس خلي بالك انت عايز تجيب مين؟ الفي اوتبوت. طيب الفي اوتبوت لوحدها بتساوي كام؟ المعادله دي دايما بتتنسي يا جماعه، الناس بتقوم عامله اللوب دي وتقوم جايبه العلاقه دي وتنسى الاوتبوت. طيب الاوتبوت بالنسبه لي بيساوي ايه؟ هو الجهد على المكثف، يعني بيساوي واحد على سي في تكامل التيار اللي ماشي في الدايره. هو جزء من الدايره، جزء من اللوب. والفي اوتبوت خلي بالك بقى من نقطه معينه، هو جايب لك الفي اوتبوت ده الموجب وده السالب، وانت بالصدفه فرضت اتجاه التيار هنا في نفس الاتجاه، يعني انت فرضت اتجاه التيار
خلالك ان الموجه بيبقى هنا والسالب بيبقى هنا. طيب بفرض ان انت كنت فرض اتجاه التيار بالشكل ده عكس الاتجاه، فالبولاريتي اللي المفروض ان ده الموجب وده السالب، ده اللي هو طالبها، يعني اكن ده فولتميتر وحاطط الطرف الموجب بتاع الفولتميتر هنا والطرف السالب هنا، فهو بيقيس الاشاره. فلو التيار ماشي في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه اللي انا كنت فرضه في الاول، هيطلع لك الاشاره على الافوميتر بتاعك ان موجب مثلا 5 فولت وموجب 3 فولت، فيطلع لك بالموجب. طب لو كان التيار ماشي في العكس في الاتجاه المعاكس، وانت حاطط الموجب بتاع الفولتميتر هنا والسالب بتاع الفولتميتر هنا، هتلاقي الاشاره طلعت لك هنا بايه؟ بالسالب. يعني اللي انا فاهمه من الكلام ده ايه؟ ان لو فرض البولاريتي اللي على الاوتبوت بالشكل ده، ده مش معناه ان ده الموجب وده السالب بتاع الدايره، فلازم تفرض التيار في الاتجاه ده اللي هو مع عقارب الساعه. لا، ده معناه ان اشاره الفولتميتر اللي بقيس بيها طرف الفولتميتر الموجب هنا وطرف الفولتميتر السالب هنا. فلو انت فرضت التيار في الاتجاه ده، يبقى الفرضيه بتاعتك دي او الشكل ده صح، فتقول ان في اوتبوت بيساوي موجب الكلام ده. طب لو انت فرض اتجاه التيار في العكس عكس عقارب الساعه بالشكل ده، يبقى ساعتها هتقول ان دي بالسالب، لان القرايه اللي على الافوميتر او الفولتميتر بتاعك هتطلع بالسالب بالشكل ده. تمام؟ فعشان ما نطولش كتير، انا اصلا كنت فرض الاتجاه صح، فمش هحتاج احط السالب في الاول. طيب الكلام ده في التايم دومين، فانا عايز اجيبها في الاس دومين. فالفي اوتبوت اوف اس بتساوي الاي اوف اس على سي اس، ودي المعادله الثانيه. كده خلاص انا ما عدتش محتاج حاجه من الدايره الكهربائيه. هو المطلوب اصلا ايه؟ ان هو عايز يجيب الفي اوتبوت اوف اس على الفي انبوت اوف اس. طيب ما الفي اوتبوت اهو والفي انبوت اهو، طب ما نقسم المعادلتين دول على بعض. فلو قسمت الفي اوتبوت اوف اس على الفي انبوت اوف اس، الكلام ده هيساوي ايه؟ الاي اوف اس على سي اس، واللي هنا تحت هيبقى الاي اوف اس في الار زائد ال اس زائد 1 على سي اس. طيب طبعا ايه اللي هيروح من المعادله دي؟ الاي اوف اس دي هتروح مع الاي اوف اس اللي هنا. وعشان نبسط شكلها اكتر، فنضرب في سي اس بسط ومقام عشان نخليها طيارها من المقام ونطيرها من البسط من الطرفين دول. فالكلام ده هيساوي ايه؟ فوق هيبقى في 1، وتحت هيبقى ار، لما تضربها في سي اس هتبقى ار سي اس زائد ال سي في اس تربيع زائد 1. فعشان نخلي المعادله او الطرف الكبير في اللي هو الشمال، يعني الاس تربيع نخليها اول حد معايا، فيساوي 1 على ال سي اس تربيع زائد ار سي اس زائد 1. طبعا اتفقنا ان يفضل في اي ترانسفير فانكشن ان يبقى معامل الاس تربيع كام؟ 1، فهتقسم على ال سي، فالكلام ده هيساوي ايه؟ 1 على ال سي على اس تربيع زائد، لو قسمت الار سي على ال سي فالسي هتروح مع سي، هتبقى في ار على ال في الاس، زائد لما تقسم الواحد ده على ال سي هيبقى بالشكل ده. فدي الفي اوتبوت اوف اس على الفي انبوت اوف اس، وهي دي الترانسفير فانكشن بتاعتي. عايز اجيب البلوك دايجرام. قلنا لما يبقى الموديل بتاعي سيمبل، يعني مثلا لوب واحده لو كانت دايره كهربيه، او عباره عن كتله واحده لو سيستم ميكانيكال، فلما اجيب الاول الترانسفير فانكشن اجيب منها البلوك دايجرام عادي. فعشان اجيب بلوك دايجرام، فانا عايز احطها في شكل جي على 1 زائد جي اتش. فانا ما عنديش هنا 1 زائد جي اتش، فاعملها ازاي بقى؟ هقسم على كل العناصر اللي فيها اس في المقام، يعني هقسم على اس تربيع زائد ار على ال في الاس، الكلام ده في البسط والمقام. فالكلام ده هيساوي ايه؟ الفي اوتبوت اوف اس على الفي انبوت اوف اس، الكلام ده هيساوي 1 على ال سي في ايه بقى؟ في اس تربيع زائد ار على ال في الاس. طيب ده بالنسبه للبسط. المقام لما تقسم طبعا الاس تربيع زائد ار على ال في الاس على اس تربيع في ار على ال في الاس، هتبقى هنا دي 1 زائد 1 على ال سي، دي في المقام عادي جدا، وطبعا دي هتبقى اس تربيع
زائد ار على ال في الاسم. يبقى احنا كده بس كل اللي عملته ان قسمت على كل الحاجات اللي فيها اس في المقام على البسط وعلى المقام. طيب جميل جدا. ايه اللي ناقص بقى؟ ان انت تخليها في جي على واحد زي جي اتش. هتلاحظ ان ده الواحد اهو، والجي هو البسط، ودي المفروض الجي اتش. هل في فرق ما بين الجي والجي اتش؟ هما الاثنين زي بعض، يعني انت لو قسمتهم على بعض هيطلع كام؟ هيطلع واحد. يعني ده معناه ان الاتش بكام؟ بواحد. طيب نرسم بقى البلوك دايجرام. هتلاقي دي الجي اللي هي واحد على ال سي في اس تربيع زائد ار على ال في الاس، والفيدباك هيبقى فيه كام؟ هيبقى فيه واحد، هيبقى يونيتي، وطبعا دي موجب فدي لازم تبقى سالب، وده هيبقى الفي انبوت اوف اس اللي هو الدك، والفي اوتبوت اوف اس هو مين؟ الكارت. يبقى ده شكل البلوك دايجرام بتاعي. ارجع وافكرك تاني، البلوك دايجرام ده كلوزد لوب، بس السيستم اللي انت كنت عامل له موديل هو عباره عن ايه؟ اوبن لوب سيستم. ده علاقه ما بين داخل وخارج، مش علاقه ما بين ريفرنس والاوتبوت اللي هو الاكشوال اوتبوت. ده لان انا ما عنديش اصلا سنسور ولا عندي اي حاجه، كل ما في الامر ان ده حاطط الترانسفير فانكشن في شكل كلوزد لوب سيستم او شكل كلوزد لوب بلوك دايجرام، ولكن في الحقيقه ان السيستم اصلا اوبن لوب لان لسه ما حطيتش ولا كنترولر ولا فيدباك اليمنت ولا اي حاجه. تمام كده شباب، يبقى كده انا جبت الترانسفير فانكشن وده البلوك دايجرام، وكده انا خلصت مساله الموديلنج بالنسبه لي. طبعا عايز افكركم بنقطه، ان هو لو كان مدي لك قيم بقى للمقاومه والار والال والسي، بعد ما تخلص الكلام ده كله ارجع عوض بيها. يعني في الترانسفير فانكشن خلصها الاول وبعد كده عوض عن ال والسي والار والال. ما تبداش بارقام وبعد كده ترجع تقول يعني ايه؟ يعني في ناس بتبدا يقول لك جداير كهربيه بشكل معين، مثلا ده البي انبوت وده الار وده ال مثلا وده السي. فيقول لك مثلا ده 1 كيلو اوم، والناس تبدا على طول بالارقام. فيرجع يقول لك لو انا غيرت قيمه المقاومه دي ل 2 كيلو، هات لي الترانسفير فانكشن وريسبونس. طبعا انت بما انك في البدايه خالص بدات بارقام، فانت هتعيد كل الخطوات من الاول لانك انت بقيت رقم واحد، ده انت ما عدتش عارف هو راح فين في المعادلات. يعني مثلا لو دي كانت واحد ودي مثلا خمسه، فده هيبقى خمس، هيتضرب في رقم تاني، خلاص قيمه المقاومه الار راحت، ما عدتش عارف تعوض تاني مكانها. فنصيحتي ليك ابدا برموز وخلص المساله بتاعتك كلها بالرموز، وفي الاخر عوض بالارقام، علشان لو جه قال لك او غير قيمه من الارقام اللي عندك دي، كل اللي هتعمله انت هتشيل القيمه القديمه وتعوض في القيمه الجديده في الصيغه النهائيه. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي يا جماعه؟ تمام، معاك يا باشمهندس، معاك. طيب تمام، تمام. تعالوا بقى نعمل مساله صعبه فيها بقى ايه اكتر من لوب، يعني عايزين بقى ايه شويه اكشن بقى كده. وده ملف ال واحد وده سي والمقاومة دي ار واحد، المقاومة دي ار ثلاثة، ده الاي انبوت ده الموجب ده السالب، وده الاي اوتبوت ده الموجب وده السالب. يبقى عايز بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي الترانسفير فانكشن اللي هي الاي اوتبوت على الاي انبوت وارسم لي البلوك دايجرام. طيب جميل جدا، بقى هنعمل ايه؟ طيب اول حاجه، او اول حاجه هنعملها، احنا كنا الاول بنجيب الترانسفير فانكشن وبعد كده البلوك دايجرام، ده لو كانت لوب واحده. ولو تفتكر برضو في الميكانيكا لما كانت كتله واحده كنت بجيب الاول الترانسفير فانكشن ومنها بجيب البلوك دايجرام. لما ظهر لي كتلتين في الميكانيكال سيستم بدات اجيب البلوك دايجرام الاول بعد كده الترانسفير فانكشن عشان اسهل على نفس الاختصارات. هنا بالظبط طالما ظهر لي لوب جديده بقى عندي اكتر من لوب، هبدا برضو بالبلوك دايجرام وبعد كده اجيب منه ترانسفير فانكشن. طيب هنحل المساله دي ازاي؟ مبدئيا كده هنفرض في اللوب دي تيار اي واحد في الاتجاه ده بالشكل ده، وهنفرض في اللوب دي اي اتنين، وهنطبق المعادلات بتاعتنا. طيب عايز تطبق ان السورس بيساوي دروبس والسورس بيساوي دروبس، مفيش مشكله. عايز تطبق ان مجموع الجهود في اللوب المغلقه بيساوي صفر، برضه مفيش مشكله. هو طبعا طالما انت فرضت اتجاه التيار كده فده هيبقى موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب، ده على مستوى الدايره دي اللوب دي.
طب على مستوى اللوب دي الموجب هيبقى هنا والسالب هيبقى هنا والموجب هنا والسالب هنا، يعني كل لوب بتتعامل معاها بإشارة مختلفة على حسب فرض اتجاه التيار فيها، واللي هيربط الاثنين دول ببعض بقى العلاقات ما بينهم. وما تنساش معادلة الاوتبوت، ان الاي اوتبوت بتساوي الجهد على المقاومة اللي هنا. طب تعال ناخدها معادلة معادلة، تعال نبدأ باللوب دي. الاي انبوت بيساوي ايه؟ السورس ده بيساوي الجهد اللي على المقاومة هنا اللي هو عبارة عن الاي واحد في الار واحد زائد الجهد اللي على الملف عبارة عن ال واحد في تفاضل التيار الاولاني زائد، ركز بقى معايا في الحتة دي، المفروض دلوقتي ده الاي واحد في مين؟ في الار واحد او الاي واحد في الار اتنين زائد ال ال اتنين في تفاضل الاي واحد. هنا كده الغلط، هو الار دي اللي هو الار ال اللي هو الملف والمقاومه دول بيمر فيهم التيار اي واحد بس اي اتنين كمان. بالظبط. فلو انت شغال على اللوب ده فانت بالنسبه لك التيار الاساسي هو الاي واحد والتيار الثاني هيبقى الاي 2، ففي اللوب دي احنا هنقول اي 1 ناقص اي 2، يعني بالنسبه للمقاومه دي هتبقى عباره عن ار 2 في اي 1 ناقص ايه؟ اي 2، مش ار 2 في اي 1 بس. طيب ليه فرضت الاي 1 الموجب والاي 2 السالب؟ لان انا في اللوب الاولانيه اللوب بتاع التيار الاي 1 ولوب تيار الاي 1 موجبه، فهعتبر ان ده يعتبر هو الموجب. طب بالنسبه لملف يا باشمهندس هتبقى ال2 في الاي 1 ناقص الاي 2. بس يا باشمهندس هو العلاقه ما كانش ال في التيار، هو كان ال في ايه؟ في تفاضل التيار، فهيبقى في تفاضل تيار اي 1 ناقص تفاضل تيار الاي 2 عادي جدا ولا اكن في اي مشكله. يبقى اللوب الاولانيه هو السورس اللي هو الاي انبوت بيساوي اي 1 ار 1 دي بيمر فيها تيار واحد بس، ال 1 في الاي 1 دوت، ار 2 في الاي 1 ناقص الاي 2، وال 2 في اي 1 دوت ناقص الاي 2 دوت. كده انت خلصت في الهند. طيب لما اجيب بقى الاس دومين الاي انبوت اوف اس بتساوي ايه؟ اي 1 خلي بالك انا عايزك تركز ان الاي هو الوحيد اللي في الزمن سواء اي 1 او اي 2، الار والال والسي دي عباره عن ثوابت، عشان لما تيجي تجيب اللابلس ما تقولش ان دي ار واحد وفي اس، لا دي ثوابت، يعني الار دي لو قيمتها 5 كيلو هتحط 5، انما الاي والاي والاي دي فاريبل، فدي هتبقى عباره عن ار واحد اي واحد وفي اس. نجيب اللابلس ترانسفورم ال واحد اي واحد دوت هتبقى زائد ال واحد اس اي واحد وفي اس. طيب ال R2 هتبقى زائد R2 I1 في S ناقص R2 I2 في S، طيب زائد L2 I1 دوت يعني هتبقى S I1 في S ناقص L2 S I2 في S. أنا جبت لابلاس ترانسفورم الاثنين وضربتهم في ال L2. طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا بقى نجمع الاي واحد مع بعضه والاي اتنين مع بعض، يعني الاي واحد اهو اي واحد ده برضو اي واحد وده اي واحد والاي اتنين هو ده والاي اتنين اهو. فطبعا بما ان الاي اتنين سالب فممكن ارميه الناحية التانية في الطرف ده، فنقول الاي الاي انبوت اوف اس زائد اي اتنين اوف اس. الاي اتنين اوف اس لو كان ده مشترك هيتبقى لنا ال 2 اس زائد ار 2، ده بعد ما عديت الايه الحاجات دي بعكس الاشاره الطرف الثاني. الكلام ده بيساوي ناخد الاي 1 في اس مشترك ونشتغل بقى، دي هتبقى ار 1 زائد ال 1 اس زائد ار 2 زائد ال 2 اس. يبقى دي بالنسبه لي اول معادله. عايزين نشتغل على اللوب الثانيه. طبعا اللوب الثانيه دي ما فيهاش اي اصلا مصدر جهد، يعني ما فيهاش فولتج سورس يعني، فنقدر نقول ان مجموع الجهود دي كلها بيساوي صفر. فالفي نبدا الاول بالفولت اللي على المكثف ده. الفولت اللي على المكثف ده بيساوي ايه؟
بيساوي واحد على سي في تكامل التيار اللي ماشي فيه. مين التيار اللي ماشي في السي؟ هو اي 2، يبقى تكامل الاي 2 زائد الجهد اللي على المقاومه دي عباره عن اي 2 ار 3 زائد الجهد اللي في الملف ده بيساوي ايه؟ بيساوي ال 2 في التفاضل التيار اللي هو اي 2 دوت. خلي بالك هنا يا باشمهندس، هو الملف ده بيمر فيه الاي 2 بس؟ لا، بيمر فيه الاي 1 والاي 2. طب هيبقى مين ناقص مين المره دي؟ اي 2 ناقص اي 1. بالظبط، اي 2 ناقص الاي 1، بس ما تنسوش ان هو يبقى ايه؟ متفاضل لانه ملف. طيب زائد المقاومه دي هتبقى عباره عن ار 2 فاي 2 ناقص اي 1. طبعا المره دي مش متفاضله لان دي مقاومه، انما الملف بتبقى التيار بتاعه متفاضل. الكلام ده كله بيساوي صفر. هناخد لابلاس ترانسفورم لكل واحده من دول. طيب اللابلاس ترانسفورم للتكامل ده هيبقى عباره عن اي 2 اوف اس على سي اس. اللابلاس ترانسفورم الاي 2 ار 3 هتبقى عباره عن ار 3 في اي 2 اوف اس. اللابلاس ترانسفورم ل ال 2 اي 2 دوت هتبقى زائد ال 2 اس اي 2 اوف اس ناقص ال 2 اس اي 1 اوف اس، ودي هتبقى عباره عن ار 2 اي 2 اوف اس ناقص ار 2 اي 1 اوف اس. الكلام ده كله بيساوي صفر. ناخد الاي 2 مشترك، دي اي 2 اي 2 اي 2 ودي اي 2 كله موجب، فناخد الاي 2 اوف اس في الطرف اليمين ونعدي الاي 1 بالسالب الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. قالنا واحد على سي اس زائد ار 3 زائد ال 2 اس زائد ار 2. الكلام ده بيساوي الاي 1 اوف اس، هناخدها مشترك من هنا، هيتبقى لنا ال 2 اس زائد ار 2. دي المعادله الثانيه، ودي المعادله رقم واحد اللي تحت خالص. شايفينها المعادلة اللي تحت ولا ارفع السبورة شوية؟ ودي المعادلة الثانية. شايفين المعادلتين يا جماعة ولا اللي تحت مش باينة؟ ايوه باينين. طيب تمام، يبقى احنا كده دي المعادلة الأولى والثانية. في دايما معادلة بتتنسي بالذات في الدوائر الكهربية، معادلة الأوتبوت اللي هي مين؟ الإي أوتبوت. المعادله دي بتساوي ايه؟ الجهد على الفرع ده الاي اوتبوت بتساوي ايه؟ او نخلي الاي اوتبوت في اس على طول، بتساوي التيار اللي ماشي هنا اللي هو اي 2. تعال نخلي اي 2 في اس في ار ايه؟ في ار 3. تمام، في مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى دي الثلاث معادلات بتوعي، دي المعادله الثالثه. طبعا لو كان في اكتر من كومبوننت كنت هجمع الجهود بتاعتهم كلها، وطبعا بما ان دي موجب ودي سالب وانا فارض اتجاه التيار في اللوب دي في نفس اتجاه البولاريتي، فهتبقى الاي دوت هتبقى موجبه عادي. كده بقى نشيل الدايره الكهربائيه ما احناش محتاجينها، احنا عايزين نعمل ايه؟ البلوك دايجرام بقى. طبعا ثلاث معادلات تختصرهم مع بعض الموضوع هيبقى رخم شويه، بس هيبقى اسهل في البلوك دايجرام. طبعا انت عارف ان كان هنا في الدايره الفي انبوت، بعد كده عديت على تيار الاي 1 ومنه على تيار الاي 2 لحد ما وصلت لمين؟ للبي اوتبوت. ده كان التسلسل في الدايره. فانا عشان ارسم البلوك دايجرام فانا محتاج يبقى الفي انبوت جاي من هنا والفي اوتبوت يبقى هو اللي خارج من هنا، وفي النص هتعدي على مين؟ على اي 1 ثم اي 2. تاني دلوقتي انت عندك كام متغير اساسي؟ في انبوت او الاي انبوت والاي اوتبوت، ده المفروض يبقى الداخل والكام. وفي النص عديت على تيارين اي 1 واي 2. طيب اشمعنى الاي 2 خليته في الاخر؟ عشان هو ده اللي مربوط بالاي اوتبوت، يعني الاي اوتبوت اصلا دلاله في الاي 2، والاي 1 هيبقى في قريب من الاي انبوت. طيب المطلوب بقى ان انت تجيب علاقه بتربط ما بين الاي انبوت ثم الاي 1، وبعد كده علاقه ما بين الاي 1 والاي 2، وبعد كده علاقه ما بين الاي 2 والاي اوتبوت. ناخدها واحدة واحدة. إيه العلاقة اللي بتربط ما بين الإي إنبوت
والاي واحد. هي العلاقة اللي تربط ما بين الاثنين دول معادلة رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اخر معادلة ليه معادلة رقم واحد؟ ده الاي انبوت وده الاي واحد. فاكني بالظبط بقول لك انا عايز اروح من الاي انبوت للاي واحد، يبقى اكني بقول لك افصل الاي واحد في طرف لوحده، نرجع لنفس اللعبة بتاعت المرة اللي فاتت. طيب هنعملها ازاي بقى؟ الاي انبوت هيتجمع عليها الاي 2 في ال اف زائد ار 2. طيب واللي هيطلع نعمل فيه ايه؟ نقسمه على الكلام ده كله، يبقى واحد على ال واحد زائد ال 2 الكلام ده مضروب في اف زائد ار 1 زائد ار 2. يبقى اللي هيطلع من هنا هو مين؟ الاي واحد في اس. وكده احنا طالما خلصنا المعادله دي يبقى احنا كده ما قلناش محتاجينها في حاجه. يبقى كده كل اللي انا عملته ان الاي انبوت مجموع عليها اي 2 زائد ال 2 اس، ال 2 اس زائد ار 2، لو اتقسم على الكلام ده يطلع الاي واحد. ده اللي انا رسمته في البلوك دايجرام ده بالنسبه للمعادله الاولى، ونشيلها عشان ما نستخدمهاش تاني. طيب عايز علاقه بتربط ما بين الاي واحد والاي 2 عشان اطلع منها بقى الاي 2 هنا. ايه العلاقه دي؟ معادله رقم 2 ولا 3؟ المعادله رقم 2. المعادله رقم 2 لان دي اللي فيها الاي 2 والاي 1، الاي 2 والاي 1 اهم، هي دي اللي فيها الطرفين دول. طيب انا عايز ابدا من الاي 1 اروح لمين؟ لاي 2. يبقى كاني بقول لك افصل الاي 2 في طرف لوحده، فالاي 1 هتتضرب في ال 2 اس زائد ار 2، وهنقسمها على مين؟ على كل الكلام ده اللي هو 1 على سي اس زائد ار 3 زائد ال 2 اس زائد ار 2. هيطلع من هنا مين؟ الاي 2. وكده يبقى احنا خلصنا المعادله دي. طيب انا عايز معادله بقى تربط ما بين الاي 2 والفي اوت او الاي اوت. مين المعادله دي؟ بالظبط مفيش غير دي، هضرب بس الاي 2 في ار 3 هنا هيطلع لي مين؟ الاي اوت. يبقى انا كده خلصت المعادله دي. اللي ناقص مين دلوقتي؟ ان احنا نقفل البلوك دايجرام. اي سمشن بوينت كان طالع منها اطراف نحاول نشوف الفاريبل بتاعها موجود ولا لا. انا عندي ده السمشن بوينت كان داخل عليها اي 2 في ال اس زائد ار 2، هل عندي اي 2 ظهرت معايا هنا؟ قبل ار 3 بالظبط اللي هي النقطة دي، فأقوم واخد برانش بوينت منها كده وضربها في ال اف زد ار 2، وأقوم مدخلها هنا بإشارة موجبة ونشيل الكلام. يبقى احنا كده عملنا البلوك دايجرام بتاعنا. كده أنا خلصت جبت البلوك دايجرام. اللي ناقص نعمل إيه بقى؟ نعمل ريدكشن للبلوك دايجرام ده، نجيب منه الترانسفورمر. يعني الإي أوبوت على الإي إنبوت، هو المفروض هنعمل إيه؟ هنضرب الاتنين دول في بعض، واللي هيتبقى هيبقى كلوز لوب نخلص دي، واللي هيطلع من هنا نضربه في مين؟ في ار 3. عرفتوا ليه انا كنت اديت لكم البلوك دايجرام ريدكشن الاول؟ لان هو المفروض البلوك دايجرام ريدكشن في الاخر. بس انت لو ما كنتش فاهم بلوك دايجرام ريدكشن وانت داخل على دي على طول، طب كنت هتختصرها ازاي؟ يعني ايه الشكل اللي قدامي ده اصلا يا باشمهندس؟ فكنت هقول لك ان دول يتضربوا في بعض، ويبقى احنا محتاجين قانون اللي هو سيريس، ودول هيتجمعوا او دول هيبقوا كلوزد لوب. طب يعني ايه كلوزد لوب يا باشمهندس؟ والله يطلع يتضرب في ده. دي هي البلوك دايجرام ريدكشن. يعني طب انا عايز اجيبها بخطه واحده كده زي ما اتعلمت المره اللي فاتت، عايز اجيب الاي اوتبوت على الاي انبوت. طبعا اللي هيطلع من الكلوزد لوب ده هيتضرب في ار 3 بره، ما تنساش، يعني اللي هيطلع هيتضرب في ار 3. طيب احنا القاعده بتقول ايه؟ البط اللي هو ال L2S زائد R2 البسط بتاع الجي على المقام بتاع الجي اللي هو L1 زائد L2 في الاس زائد R1 زائد R2 في القوس كمان اللي هو ده 1 على CF زائد R2 R3 زائد L2S زائد R2. يبقى ده المقام. دي زائد تبقى دي ايه؟ ناقص البسط مره ثانيه. خلي بالك دي كانت ال 2. البسط مره ثانيه في مين؟ في الاتش، يعني في ال 2 اس
زائد ار 2 الكل تربيع. وما تنساش تضرب البسط ده في ايه؟ في ار 3 اللي هو كانت بره دي. فدي لما تضرب في ار 3 هتبقى بالشكل ده. كده انا جبت الايه الترانسفير فانكشن مره واحده. كل اللي ناقص بس ان انت تضرب القوسين دول في بعض، وبعد ما تخلصها لو كان في كسر يعني مثلا زي واحد على سي اس مثلا كان اي حاجه ناقصه تضربها بس بسط ومقام عشان يبقى كل الحدود بتاعتك ما فيهاش كسور. يبقى دي الترانسفير فانكشن وده البلوك دياجرام. وكده ابقى حد عنده اي مشكله يا جماعه؟ طب بعد اذنك يا شمهندس، طب الاي واحد والاي اتنين دول ما بيدخلوش معنا في البلوك دياجرام؟ يعني ما هم في البلوك دياجرام اصلا اهو. لازم ما بيدخلوش معنا في الترانسفير فانكشن؟ لا طبعا، هو الترانسفير فانكشن علاقه ما بين الخارج والداخل. هو محدد لك ان الخارج بتاعك اللي يهمك هو الاي اوتبوت والداخل هو الاي انبوت، فطبعا ما ينفعش يبقوا موجودين هنا. يعني انت اصلا لو اختصرت كل المتغيرات الفرعيه، طب ما كان في المفروض متغير هنا يبقى معاك، كان في المفروض يبقى متغير هنا يبقى معاك، الكلام ده كله ما بيبانش. فكره البلوك دياجرام ريدكشن هو بيختصر لك كل ده لعلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت النهائي، وكل اللي في النص ده بيسيح بقى ما بيبانش في المعادله. تمام تمام تمام. هو ده اوبن لوب ولا كلوز لوب؟ السيستم ده نفس الكلام، كل الموديلنج اللي احنا بنعمله اوبن لوب. انا كل السيستم اللي احنا بنعملها اوبن لوب. هو محطوط في شكل كلوز لوب رياضيا بس هو فيزيكالي هو اوبن لوب، لان انت ولا عندك سنسور ولا عندك فيدباك اليمنت ولا عندك كومباراتور موجود ولا عندك كنترولر، مفيش اي عناصر. ده انت عندك البلانت بس اللي هو الموديل اللي انت المفروض لسه هتتحكم فيه. تمام، كل اللي احنا بنعمله في الموديلنج من اول ما هنبدا لحد ما نخلص كلهم اوبن لوب، مفيش اي فيدباك موجود، لان هي في الاخر البلوك دياجرام ده بعد ما انت هتختصره هيبقى عباره عن المعادله ده الترانسفير فانكشن اللي انت كاتبها دي، هيبقى داخل لها الاي انبوت وخارج منها مين؟ الاي اوتبوت. ده فعليا هو البلوك دياجرام اللي هو كل الكلام اللي مكتوب ده جوه دي، وداخل له اي انبوت واي اوتبوت. تجيب بقى سنسور وتجيب حاجات تانية وتقفل الكلام ده، نبدا نحاول له كلوز لوب تيست. واضحه يا باشمهندس؟ اه تمام. الحمد لله خلصنا النهارده الدوائر الكهربيه اللي هي الار ال سي سيركت. خدنا ازاي نتعامل مع لوب واحده وازاي نتعامل مع اكتر من لوب، ونجيب الترانسفير فانكشن والبلوك دياجرام لكل حاله من دول. طبعا ان شاء الله هيبقى المره الجايه هنتكلم على الاوبريشنال امبليفاير اللي هو الاوب ام، وندخله بقى في الدوائر بتاعتنا ونشوف برضو طريقه الاختصار بتاعته هتبقى عامله ازاي. يبقى احنا كده خلصنا جزء الالكتريكال، والمره اللي فاتت خلصنا الميكانيكال، وهيبقى المره اللي بعدها ان شاء الله هناخد بقى الالكتروميكانيكال سيستمز اللي هي المواتير، ازاي بقى ندمج السيستم الكهربائي مع السيستم الميكانيكال، ونبدا نطلع بقى الجزء الخاص بالترانسفير فانكشن المواتير. فكده احنا الحمد لله خلصنا، واشوفكم على خير باذن الله السكشن الجاي. السلام عليكم.